عليكم ورحمة الله وبركاته. شرحنا اليوم سيكون حول الساتلايت وموضوع جديد. المهم اشترك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس من هنا ليصلك كل جديد القناة، ولا تنسى زيارة صفحتنا على الفيسبوك المحترف العربي، ولا تنسى زيارة صفحتنا على الفيسبوك العربي بها كل جديد التقنية المحترف العربي YA، أيضا به العديد كما ترى من المواضيع الرائعة التي تستحق منك المشاهدة. الموضوع عندنا اليوم هو كيفية استقبال القمر الأزري أو أذربيجان أو أذر سبيس. طريقة استقباله سهلة جدا، هنا قد شرحتها كما ترى هذه المقالة هنا في البداية. هذا القمر يستقبل في هذه البلدان، هذه هي البلدان التي يستقبل فيها القمر بطريقة جيدة، يعني الطبق سيكون من 50 إلى 80 سنتيم. في البلدان التالية: سوريا، فلسطين، الأردن، العراق، لبنان، قطر، البحرين، السعودية، شمال مصر، الإمارات، بلاد فارس وتركيا. حجم الطبق في هذه البلدان 90 إلى 180 سنتيمتر. تستقبل في ليبيا وتونس والجزائر وجنوب مصر، يعني هذه البلدان يمكنك استقبال هذا القمر بهذا الطبق، يعني بهذه القياسات. أما في بلدنا المغرب فحجم الطبق في هذه البلدان 180 سنتيم فيما فوق، يعني جنوب المغرب والوسط المغرب، السودان، اليمن وعمان. الطريقة سهلة جدا، يمكنك تبع هذه الخطوات لتصل إليه كما ترى. لنعتبر أن الصحن معدل على قمر بدر. سنبدأ مثلا من قمر بدر إذا كان الطبق لديكم في قمر بدر، أما إذا كان من نيلسات سأمر بنيلسات ثم طور سيريوز وتيلسات هوزبرت أسترا إلى أن تصل إلى بدر. المهم من بدر بعدها تكون حرمسات هنا، وهنا ترددها، وهنا تردد أقوى تردد بدر، وهنا أقوى تردد في عرفسات، ثم تردد قناة المغربية على عرفسات جبي، ثم تردد قمر أوتيلسات تمر به، ثم عندما تصل إلى قمر أوتيلسات 36 درجة ستجد هذه القناة. أيضا تنقل المباريات كما ترى، هذا هو ترددها. واضحة هنا قمر الهيلاسات التي به قنوات نوفا سبور ونوفا وديما ديما سبور، به العديد من الباقات. ثم ستجد قمر تركسات، نعم هنا قمر تركسات، ثم بعده القمر الأذري، يعني قمر تركسات 42 درجة كما ترى هكذا. تمر بالطبق نوعا ما إلى الأسفل، يعني موقع لجميع ترددات قمر الأزري هو هذا الموقع. تضغط عليه سيحولك إلى هذا الموقع كما ترى. كما ترى لا هناك حقوق الموقع، لا أريد الدخول إليه. المهم بالنسبة للمغرب العربي، أسهل تردد استقبال القمر الأزري بالنسبة للمغرب هو التقاط الأنتيلسات 45 درجة، يعني هو من تركسات 45، يعني يقع بين أزر سبيس وتركسات شرق قبل درجة واحدة من القمر الأزري عبر تردد بريما تي في، وهذا 125.58 عمودي معدل ترميز 7 خطوات بعد إمساك هذا التردد بإشارة عالية جدا جدا. نضعه بعده تردد هذا 11.038 عمودي 36.99 وهو أقوى شيء. ونحرك مليمترات قليلة على اليسار مع تدوير اللاقات لإيجاد وتقوية الإشارة، يعني أقرب نقطة، يعني إذا ذهبنا إلى اليسار قليلا مع تدوير وضبط هذا ستصل إلى القمر الأزري. ومبروك عليك، وهذه القنوات التي توجد بالقمر الأزري وبه العديد من القنوات الرياضية. أتمنى أن تكون قد استفدت من هذه المقالة. المهم كلمة الشكر منكم تكفينا وتحفزنا أكثر لنعطي من كل ما لدينا، وبارك الله فيكم. المهم
هذه المقالة تستفيد كثيرا، سأضع رابطها أسفل الديسكريبشن، لا أضع خاص الروابط ولا أي شيء، فقط أدخل إلى المقالة بالرابط المباشر يعني واستفد. أنا لا أطلب منك أي شيء، أطلب منك فقط اشتراك في القناة ولايك لصفحتنا على الفيسبوك ولايك للفيديو ومتابعة فيديوهاتنا الحصرية الرائعة. هذا ما أطلبه منك، وشكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، إلى اللقاء.